برنامج فولوكو لإضافة المؤثرات الصوتية على صوت المستخدم له. الحقيقة برنامج رائع جدا، طبعا هو نسخة مطورة من الفيو، ولكن هذه المرة باللغة العربية وبدقة أعلى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله في اللقاء العاشر والدرس العاشر من سلسلة أحلى البرامج. استعرضت في العديد من الدروس السابقة التسعة برامج تختص بالهندسة الصوتية، والحقيقة كلها مكملة البعض، لكن كان على الفيو بعض المشاكل، وأبشركم أخذت عليه عدة ديسلايكات، ولكن إن شاء الله تعالى نعوضكم هذه المرة في برنامج فولوكو. VOLOCO. Resonant cavity LLC. Hello. Voloco. Auto voice tune harmonizer and karaoke. Resonant offered open. تم الاختيار. طبعا البرنامج باللغة العربية، والبرنامج فيه ميزة ممتازة أنه خفيف جدا، حجمه 3 ميجا بايت فقط. والبرنامج هو عبارة عن يعني مثل الفيو، ولكن تضاف إلى عدة ألعاب. الألعاب طبعا ما تهمنا، نستعرض البرنامج، والبرنامج بسيط وسهل إن شاء الله تعالى. هذا هو. طبعا البرنامج لابد له من، يعني هو يشتغل على السماعة الداخلية، فمن الأفضل أن يكون عند المستخدم سماعة خارجية أو سماعة الأذن هذه، ولكن يشتغل طبعا على السماعة الداخلية. طبعا البرنامج فيه ميزة رائعة جدا. الميزة اللي في البرنامج انه تستطيعون دمج خصائص هذا البرنامج مع الاوديو شير. طبعا تكلمنا عن هذا في اللقاء الماضي اللي هو كان اللقاء الثامن، بدمج مثل دمج خصائص الفيو والايزي فويس مع الاوديو شير، فيرجع الى الشرح السابق لذلك. هذا أيضا البرنامج فولوكو موجودة هذه الميزة فيه، وهي ميزة الحقيقة جدا ممتازة. طيب نستعرض البرنامج الآن سويا. item أول ما ندخل على البرنامج نجد item وهو الضبط، ضبط البرنامج. item ندخل عليه مساري مرافق. لحظة. item زر. طبعا الزر دائما هذا في البداية للخروج. زر فولوكو 1 9 3. هذا اسم التأثير. إعدادات عنوان. الإعدادات هي كالتالي، إعدادات بسيطة جدا. تعمل في الخلفية. تعمل في الخلفية، تبغاها ولا ما تبغاها؟ تعمل في الخلفية. زر التبديل متوقف. طيب متوقف. الحفظ التلقائي بعد سجل. الحفظ التلقائي بعد السجل، إذا سجلت يحفظ تلقائيا، وإذا حطيت متوقف يسألك يقول هل تريد الحفظ ولا لا. الحفظ التلقائي بعد سجل، زر التبديل، تشغيل. تشغيل. لصناعة السيارات في اللعب بعد حفظ. الباقي كله مختص بالألعاب. مش. الدعم دعم أعد. زر زر. نرجع للزر. item. زر. الآن بعد item نأتي إلى الأصوات. the locker small. ضبط تلقائي. قال لي ضبط التلقائي. ضبط التلقائي على إيش؟ طبعًا عندنا عدة أصوات، عندنا ضبط قوي وضبط طبيعي، وعندنا أيضًا ترميز صوتي فائق، عندنا كورس كبير اللي هو أعلى أشاشة. طيب. بدون تأثير. زر. حاط لي هنا بدون تأثير. طبعا إذا دخلنا نجد الأصوات الأخرى الباقية بدون زر، بدون تأثير. طبعا مثل ما قلنا الزر هذا للعودة. زر. لكن غير مسمى. استعادة. زر. بدء التشغيل. ضبط قوي. أول شيء عندنا ضبط قوي. ضبط طبيعي. ثاني شيء ضبط طبيعي. ترميز الصوتي فائق. ترميز صوتي فائق. كورس كبير. كور كبير. بدون تأثير. بدون تأثير. احنا الآن على بدون تأثير، نجرب بدون تأثير. عبارة عن صوت عادي جدا ولكن نقي، يعني نقاء جدا ممتاز. طيب الآن هذا هو بدون تأثير، تسمعوني الآن من البرنامج. طبعا أنا قلت لكم ولا ما قلت لكم، البرنامج يجب أن يكون عندك مايك مشبوك أو هيدفون، لأنه يتحول على السماعة الداخلية.
فالآن هذا الصوت اللي تسمعونه منه هو صوت البرنامج. نشوف نجرب. هذه الأغصان مالت مع نسيمات الأصيل، وخيوط الشمس قالت قد دنا وقت الرحيل. هذا هو الصوت بدون تأثير. كورسي كبير. ترميد ضبط بدء الاستعادة. زر استعادة بدء ضبط قوي. ضبط قوي يعطيك مثل الفيو قوي جدا، يعني يحول لك الصوت. ضبط قوي. صوت قوي جدا. ضبط الطبيعي. الضبط الطبيعي هو اروع انواع الضبط. ضبط الطبيعي بالنسبه للضبط الطبيعي طبعا يعطيك نفس الصوت اللي هو الصوت العادي، لكن مع مؤثرات صوتيه بسيطه تكون رائعه الحقيقه. اللي مضيع ذهب سوق الذهب يلقاه، يابا واللي مفارق محب يمكن سنة وينساه، بس اللي مضيع وطن وين الوطن يلقاه. الصوت هو صوت يبدو أنه طبيعي لكن فيه مؤثرات بسيطة وممتاز جدا. الترميز الصوتي فائق. بالنسبة للترميز الصوتي الفائق يعني يمكن يكون صوت ترفيهي. ترميز بدء التشغيل. ضبط الترميز. كورسي كبير. كورسي كبير. كورسي. هذا كرة مثل الآهات البشرية الإسلامية. موطني تارل الجلال والجمال والسلام والبهاء في رباك. بدون كورة ترميد كورة بدون تأثير. نرجع بدون تأثير. الباقي في الضبط. الباقي في الضبط ما بيهمنا كثير. كل عبارة عن ألعاب. ضبط بدأ الاستعادة. زر. نرجع للصفحة الرئيسية للبرنامج. عندنا item. The Loco is small. معتمد. The Loco is small. هذا الاسم. ضبط تلقائي. الضبط التلقائي بدون تأثير محطوط زر. على بدون تأثير. بشغل المايك عشان يوضح الصوت. بسم الله. إذن الضبط التلقائي محطوط على بدون تأثير. كابيتال سي كبير. زر. بالنسبة لهذه كابيتال سي هذا يعني تتعلق بالسلم الموسيقي، ما أفهم فيها الحقيقة. اللي تفيدنا فيها هي أستاذتنا الدكتورة الرائعة داليا صبري، وبالمناسبة الدكتورة دلتني على برنامج أيضا رائع وعملاق في الهندسة الصوتية سأشرحها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله. يعطيك يعني أنواع مرة ممتازة من الصدى. طيب بعد ذلك مساري مرافق. هذه أشياء متعمقة شوية الحقيقة، ما حبيت ألعب فيها. 0% تحميل أغنية. 50% معتمد. زر. طيب التسجيل. الآن نأتي للتسجيل وهو المهم. عندنا ثلاث أزرار في التسجيل. زر 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 زر. ثلاث أزرار غير مسمى. زر معتم التسجيل. أول زر بعد التسجيل ما يهمنا، تسجيل فيديو. زر زر. ثاني تسجيل إذا ضغطت يبدأ يسجل معك، وبعدين ترجع تضغط مرة ثانية يوقف التسجيل. زر. ثالث زر في التسجيل يدخلك على المحفوظات، وهو آخر زر في البرنامج بعده. زر زر. خلاص تنتهي
تسمعون الصوت هذا؟ زر. فنضغط على التسجيل الثاني نجرب. تم الاختيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وإن شاء الله تكون تعجبكم هذه السلسلة اللي خصصت معظمها لبرامج الصوت، سلسلة أحلى البرامج. نرجع نضغط مرة ثانية على نفس الزر وسط الشاشة، يقول لي تم الحفظ. تنبيه، مسار حفظ بدون تأثير. item زر سماها لي بدون تأثير. طبعا الآن لما ندخل على المحفوظات في آخر زر في البرنامج بيعطيني المحفوظات، وش يعني يا بدون تأثير يا ضبط قوي يا طبيعي. ندخل item اعدادات عنوان تعمل في الخلفية. زر 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 ضبط قوي capital C كبير 0129 شرطة المائلة 10 شرطة المائلة. يعطيني الآن كل تسجيل، ويحط بعد اليوم والتاريخ والمدة والحجم. ضبط قوي ضبط قوي ضبط قوي. هذا كل التسجيلات. مشاركة زر كتابة زر حذف زر 0% زر صفر زر حذف كتابة زر. نروح عند كتابة، بعد كتابة نلقى مشاركة تم الاختيار بعدها بدون تأثير. يوم يقول لي تم الاختيار، هذه ميزة في البرنامج، أي تسجيل تعمله مباشرة يحط لك عليه تم الاختيار، يعني ما يحتاج تروح تدور، خلاص عندك جاهز تم الاختيار. هذا التسجيل الأخير اللي توي سلمت فيه عليكم وبلغتكم بإنتاجات السلسلة. طيب مشاركة زر أحط على طول على مشاركة. مشاركة تنبيه خيارات المشاركة. طبعا خيارات المشاركة يا أنك تبغى فيديو يا أنك تبغى صوت. سهمي وصوت زر سهم والفيديو. طبعا إحنا نختار وصوت حتى يرسل في الواتس على شكل مقطع صوتي. سهمي وصل رسالة تنبيه تمكين نسأل تطبيق ذكي. هنا يعطيك البرامج كلها اللي اضغط مرتين تقبل البرنامج. نسأل تطبيق. طيب شغلتين مهمتين أنبه عليها قبل الختام. الشغلة الأولى كيف تشغل المقاطع في زر غير مسمى لتشغيل المقاطع، والشغلة الثانية كيف تعملون إيقاف. طبعا عندك خيارين وعندك خيارين، بعد كل مقطع يتم تسجيله يشتغل المقطع تلقائيا، وفي خيار انه لا المقطع ينحفظ بدون ما يشتغل تلقائيا، فنتعرف عليها ان شاء الله سريعا. ضبط الطبيعي ضبط لوك ايتم زر. ندخل على الاعدادات زر تعمل في الحث لصناعه السيارات في اللعب بعد حفظ. هذا طبعا انا كنت اظن انها العاب لكن ما طلعت العاب، طلعت خطا في التعريب لصناعة السيارات بعد اللعب بعد الحفظ. لصناعة السيارات في اللعب بعد حفظ زر تبديل متوقف. هو الآن متوقف، يعني بمعنى هذا الخيار معناه إذا سجلت مقطع فإنه ما يشتغل المقطع تلقائيا بعد ما تسجله، لا ينحفظ. إذا حطينا التشغيل فالمقطع يشتغل تلقائيا، يعني في حال أنت سجلت أو أنت سجلتي أي مقطع واشتغل هذا المقطع وما حبيتوا هذه الفكرة ترجعوا على هذا الإعداد وتعملوا له إيقاف. لصناعة السيارات في اللعب بعد حفظ زر تبديل متوقف. ممتاز. زر. طيب نرجع للزر زر الرجوع. ندخل على زر 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 التشغيل زر. هذه المقاطع 0% زر حذف زر كتابة زر مشارك تم الاختيار. هذه المقاطع ضبط الطبيعي كيف تشغلها؟ مشارك كتابة زر قبل كتابة في زر غير مسمى حذف زر زر قبل حذف، قبل كلمة حذف في زر غير مسمى حذف زر. هذا التشغيل تم الاختيار. طيب اذا هذا الزر هو زر التشغيل، وتضغط عليه مره ثانيه او تضغطي عليه مره اخرى ويطلع عندكم ايقاف مؤقت 5 زر زر، ويعلمك بعد مده التسجيل. الحقيقه في اصوات مدفوعه في البرنامج، اصوات مدفوعه، الاصوات المدفوعه هذه جدا رائعه وممتازه وحلوه، ولكنها طبعا مدفوعة كثيرة جدا. نستعرض بعضها على عجالة. The lock item item زر item item زر زر معتم التسجيل زر 50 في تحصف مسار cap ضبط الطبط ضبط الطبط ضبط. The lock small معتم. طبعا هذه فلوكو سمول أعتقد أن فيها سمول وكابيتال، أعتقد أن كابيتال يفخم الصوت يزيد الصوت فخامة، وسمول يبقى الصوت مثل ما هو، والله أعلم ما تعمقت فيها الحقيقة. ضبط تلقائي
ضبط الطبيعي زر ضبط الطبيعي. طبعا هذه كلها مجانية الأصوات. استعادة بدء التشغيل ضبط قوي ضبط الطبيعي ترميز الصوتي فائق كورسي كبير بدون تأثير. Good winter. من هنا تبدأ الأصوات المدفوعة بدون Good winter. Good winter. كورس الليلي كورس الليلي. مدينة الكريستال مدينة الكريستال. جيراندا أورجان جيراندا أورجان. دوائر الزجاجية دوائر الزجاجية. دافت بأنك دافت بأنك. وتيرة عالية للغاية وتيرة عالية. هذه كلها أصوات مدفوعة الآن. ديرتي ترانا سميشن ديرتي ترانا سميشن. طبعا معظم الأصوات هذه موجودة في الفيو. بعد آخر بعد أشعة الأصداء أشعة. بيتين بيتين. القائحات القائحات. وتيرة منخفضة وتيرة السلسة للغاية وتيرة ديو نجوم ديو نجوم. بطل سياتار بطل سياتار. أصوات جدا كثيرة. درجة رتيبة عليا درجة. وتيرة متصاعدة. طبعا أنا أحاول أنوع في الأصوات أحاول أني أنوع في طبقات الصوت حتى كل واحد يعرف إيش وظيفة هذا الإفكت. أو أو انترستيلار صفحتي واحد مس انترستيلار. بسم الله. السلام عليكم. شفت أحد في صدر. ألو. بإذن الله تعالى في اللقاء القادم سنستعرض برنامج متخصص في الصدى متخصص فقط في الصدى. والله يعطيكم العافية ولا تنسونا من اللايكات وإن شاء الله تعالى يكون البرنامج خفيف وبسيط. وأعتذر على الإطالة مرة ثانية والآن أسمعكم نموذج للمبدع أخونا علاء الطويرقي نموذج يجمع بين هذا البرنامج وبرنامج الصدى إن شاء الله المتخصص في الصدى اللي بنشرحه بإذن الله.